السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة الجميلة الاستكنانية ذا مست. أول شيء ودي أسويه أشكركم طبعا على كومنتاتكم وتفاعلكم، أني أطلب من الطيب هذا أنه يجمع لنا موارد، لأن من يوم ما جبته جالس يفرفر حوالين البيس ولا استفدت منه أي شيء. فنقول له أساين وورك وكت داون تريز لمدة، شوف طلع لي خيارات أنه يوقف العمل فور تعبية الانفنتوري، أول ما يصير الانفنتوري فل يوقف الشغل. تريده يجيب اللوجز والليف اللي هو وراق الشجر والستم، يعني تحدد الشغلات اللي تريدها منه، شيء رهيب صراحة. خله يجيب كل شيء. I have no tools، يقول لي ما عندي الأدوات اللي أشتغل فيها، يبي له فاس وكذا. كنسل الموضوع هذا. الشغلة الثانية قطع السيارة، تأكد أنها مش خربانة بسبب أني جالس أصدم، كنت ماخذ راحتي في الحلقة الماضية. الحمد لله مثل ما تشوفون 100% التواير، هذا 95%، بطارية 97 88 68 البواجي، أمورنا في السليم الحمد لله. هذه كانت مجرد محاولات يا شباب اني اقدر اقتل الزومبي بالموتر ولا لا، لانها بتكون اضافة حلوة صراحة. طيب الشغلة الثالثة اللي هو السنايبر هذا يا شباب اللي حصلناه على اساس اني باذن الله اني استخدمه. وات تدخل البيس عندنا يا ولد؟ المشكلة عندي اكل واجد والله، بس ودي اجرب الاي كي طلقة واحدة يطير الغزال ولا لا. بسم الله وربي يحاول. يا شباب في شغلة حلوة ما انتبهت لها، الادراج هذه كلها يمديك تشل الورك بنش بكبره اللي يمديني، بس اللي كان ودي ارويكم من الادراج قلت لي يمديني احركها. دقيقه، ممكن هذه اصير احملها في الموتر واشلها معي البيس اللي نستقر فيه. طبعا بتسالوني انت خلاص بتستقر هنا، في كومنت قال لي بيت المزرعه كبير واجمل بكثير المنطقه هذيك، فاذا حصلته ممكن اذا عجبني انتقل فيه. فمجرد ما اثبت في مكان واحد هذيك الساعه بحط السو ماشين. صح اني اقدر انقلها معي، بس موضوع النقل حتى ما هو بسهل يا شباب. جانا المست، تونا بادين حلقة يا أخوي. المهم اللي يهمني في الموضوع هذا كله السنايبر، سألتكم كيف أصلحه، قلتوا لي عندك طريقتين. الطريقة الأولى أنك تطور الورك بنش بنفسه وتوصله ليفل 3، الأسلحة هذه كلها اللي مسكرة عندي راح تنفتح، لأنه مش كاتب لك هنا مطلوب ليفل كم تطويره. أنا توقعت هذا التطوير تطوير تطوير كذا بطول، فقالوا لي لا توصله ليفل 3 وراح ينفتح لك هذا كامل. أول هدف لي إني أسوي هذا التطوير. طبعا إيش محتاج؟ محتاج أربعة من هذا تقريبا، عندي ثنتين منها. الميلتري بوكس والله يا شباب اني اذكر اني حصلته في التاور، بس ما ادري وين رميته، ان شاء الله اني بحصله تحت. على فكره بالنسبه للضباب شفتوا كيف اخوينا هذا تعطيه طلقه واحده ويجلس يقتل في الزومبي. والله سكوت حاصروه رجال، بس اموره طيبه يا شباب مثل ما تشوفون، طناخه واقف في وسط ثلاثه، ما في اي انيميشن للاسف. خلني بس اخذ لي غفوه على بال ما يخلص الضباب ساعتين. يا سلام على اشراقه الصباح، جماليه اللعبه كلها بالصباح. مع انه جاني كومنت يقول لي اهجم على البيس في الليل، البيس الجاي اللي بتهجم عليهم بالسنايبر. طبعا الطريقة الثانية انك تحصل سنايبر بدل التطويرة هذه اللي رويتكم اياها، انك تهجم على بيس، وممكن زي ما كنا نحصل اي كي مثلا خربان تحصل سنايبر خربان وتحصل سنايبر صلحان، فانت وحظك. شوف كيف قتلهم، عندهم اكل وهذا ملح، هذا الناري هذا القوي ما شاء الله كم واحد قتلت. بس برمي الاغراض اللي معهم بحيث انها ما تختفي معاهم. أو بضاد ثاني هذا جاب، حلو نحطها جنب اختها. للحين ما حصلت الجزر والبروكلي اللي ناقصنا، فخلونا ننطلق يا شباب ونشوف مغامرتنا اليوم. برجع للمدينة عند الوسخ هذاك اللي كان عند الفندق تقريبا، كانت المنطقة هذه، هذه المدينة لسه ما خلصتها، وبإذن الله اني بحصل الأربع أو ثلاث سبانات اللي أحتاجها لتطوير الورك بنش، وإذا ما حصلتها ما في مشكلة، أي بيس للعصابات راح أحصلهم بالطريق راح اداهمهم، وباذن الله هذه طريقة ثانية احصل فيها السنايبر. تذكرون يا شباب المحطة هذه؟ رجعت عند الموتر. اي والله البواجي فيه. اخذته بس ما ادري في جلتش صار، الحين متاكدنا انه موجود. والله ما اخليك. ملاحظة حطيتها عندي وانا اسوي الادت اني ما اخذته. والبواجي شفتوا كيف جدا نادر. في زومبي هنا قتلتهم. بس غريبة انهم رجعوا. وات الباب ما زال مسكر، يعني بحصل شنطة مرة ثانية، صاروا ثلاثة هالمرة يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. صرت قوي صح؟ والله من بعد ما قابلت الزومبي هذاك صار الوضع ايزي عندي. وات الله ينكبك. تقولون لو سنيكي بيكي جنبه كذا الوضع، لو سمحت راسك. خسارة صح؟ والله خسارة الرصاص. بوتيتو، ما ادري اليوم يوم البوتيتو. طيب كذا فريت على المحطة بالسريع بالكامل مثل ما تشوفون، الابواب مفتحة دليل اني حللتها.
رجعنا للمكان الرهيب هذا بس بإذن الله أنا ما تكون فيه أي خرشات. ليش؟ لأن الزومبي هو ذيب هنا في وسط الغابة في وسط المدينة، الخرشات كلها هناك، الاثنين ورا البيت، واحد يحوس هناك واحد كان يحوس هنا. ف لأني أعرف إيش أريد فبلوت على السريع، حتى ممكن أعطيكم كت كذا سريع جدا للمدينة وش أهم الشغلات اللي حصلها. سلفر بودر هذا جديد، مورتل أنبستل، شوف هذه الشغلات كلها جديدة. يا ورد أمسك الرشاش لأن أقسم بالله هذا الذيب شكله بينشب لي. شوف هذا أخوينا، والله العظيم لا أفتك منك اليوم والله. أوكي راح، وين الذيب راح؟ حصلنا اللي بغيناه، ودي أقرب الموتر. بعدين الحلو في الموضوع أن الموتر سيف، مدري ليش جايب لي أغراض واجدة هنا. أوه الشنطة هذه اللي رميتها تذكرون؟ شيل يا مدير، بتفيدنا كثير في نقل الأغراض. لاعبي متبلل الحين بيكون ثقيل. هذا البيت خلصناه، البيت الثالث بسم الله. وجوده وعدمه واحد في الماب. اوه في بيت فوق هناك، اوه في وات، في بيوت مرة كثير. هذه مستشفى الظاهر، اي مستشفى عيادة. شفت حصل سكرو درايفر زي كذا، فاكيد فيها باندجات. هذا زعجني وربي لا اطلع له اجلد عينه. الحين ما دريت انت ورا ولا قدام، هذا هو نكباتي انا مع الابواب هذي. اوكي عرفنا الوزنية، والله ما ادري يا شباب اقتله ولا اخليه في حاله، طبعا بقتله. والله العظيم تمله. اوكي ناشب هنا، حرام يا خمس طلقات تروح هيك عليه. مات يا زين الشدقن يا الربع. اي هي في واحد ثاني هناك، خرشوني والله حتى ما لويت البيت المقابله. اوكي ما يمدينا لوته يا ولد، والله ولا في اي شيء. الله يا عيال اللوت صعب جدا. وهذا المبنى جيته هنا؟ لا والله هذا فوق ما جيته. ميوزيوم متحف. اوه خوينا هذا اللي اخذت منه الرمح والشيلد. مورتر امبستل ما ادري وش فايدته هذا، هذا ثاني واحد احصله. ابجريد فيشنج باكيت. اوكي جلود، جلود دائما تحصلها في المتاحف. ما فيش اي حاجه في المتحف معقوله. جن بودر ايرون اور، اوكي على بالي صخره كنت برميها. متحف ايش كبره وايش عرضه، ولا في له شيء. طيب فليتها بزياده، خلنا ارجع الموتر. هذا الاثنين بفتك منهم، بس يبيلي ارقى فوق شيء كذا. الباص اتوقع يمديني ارقى فوقه. ايوه هو ده الكلام، تعال يا وسخ. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، والله انه خرشني اقسم بالله، على بالي برقع. اثبت 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 اثبت. ما اتفقنا كذا يا المطور؟ والله العظيم ما كانوا يرقون يا شباب، تذكرون شلون قتلت الاول واحد عند المزرعة هناك؟ هذا كان شيول يا اخي، ما ادري ليش المقابلة هذا يجيب لي صداع. اوكي بعد من هنا، لا هذا يمديه يدخل، ايش المسخرة هذه؟ طيب لوت على السريع، يصير لنا فيلم هندي داخل هنا. اوه الجير الثاني حلو حلو، باقي لنا جير واحد بس. خلصنا الاول، هذا الفندق اللي فيه الشنط كثير. هو انا مجهز الشنطه اوريدي هنا. يا ربع انا بنام، صوت المطر ما يخليك تسمع الزومبي. اركب موترك انتهى الموضوع. اوه اثنينهم قربوا. هلا وصلك مكان. شوف هذه نظره عن كثب على قولهم، ما تحصل واحد يقرب اكثر مني. طيب في حركه ممكن تضبط. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرفت؟ ويو ويو يا المسخرة يا المسخرة. مات صح؟ يب. وانا الثاني ما عجبته حركتي، قال فيها غدرة. وانحشت اطلع. سمعت سمعت هناك. وو تعال يا بعد حي، تعال تعال يا بعد حي، تعال. يلا يا بابا يلا يلا يا بابا يلا. يا اخي ايش المزعج هذا؟ بالله هذا كان يخرجني، ايش المسخرة هذه؟ وخرجني والله. حاش اوكي. خل مسافة الامان شوية. مات؟ اوه صار يزحف، طلعت مواهب ثانية عنده. اوه كم طلقة يخرب بيته، هذا كيف تتفاهم معه هذا؟ طبيعي كذا من غير لا. يا رجل. اخيرا اخيرا ما بغيت. هذا غير الطلقات اللي من قبل. يا زين الشتقن. حلو واحد يعرف لوت هو مرتاح شوي. اوه ملتوب. حلو هذا بيفيدنا في المزارع يوم ايش هذا الماسك تكفى. إيه. هذا الفلتر يوم ادخل برضه في المزارع او بعض الاماكن. ايوه. تكفى الكود اللي احتاجه تكفى. 4706. خلنا نكتب يا ابوي. تقابل لك زومبي الحين ناسيك ابو السالفه كلها. حلوين. هذا اللي احرقه بالمولوتوف بس ما منها اي صوت، هذا غريبه. في المزارع كان فيه صوت مزعج. هذه المنطقه كلها لوتها. باقي لي هذا البيتين على اليمين. وهذا البيت ما يمدينا لوته. برضه ما يمدينا لوته. طيب الموتر هذا فيه له شيء؟ ما فيه له شيء. ولا فيه له اي حاجه نستفيد منها. انا اللي مش مرتاح منه. مستحيل يا اخوان المدينة هذه كلها ما فيها شنطة واحدة، مستحيل. ابغى اوسع المناطق هذه. تخيلوا كمية البيوت، يعني تعتبر من اكبر المدن في اللعبة. يب كلها لوته. الحين نحتاج البطارية عشان نفتح اللوك اللي موجود هناك فوق. بس يا عيال والله اني اذكر طلعت من البيت معي بطارية، ما ادري ليه ما انا محصلها. مشاوير شوف وين حاطة الأغراض عشان لا أنساها. إن شاء الله ما تقلش الدنيا علينا. شنط واجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مطمن والله. الله ماني بمطمن. يا جماعة ما في واقعية. أتوقع كذا بتثبت. الهواء ما بيطير. يا الله. بسم الله. حصل الدنيا كلها فاضية الحين. إن شاء الله أن الأغراض بس توصل بالسلامة بعد الطلعات والنزلات هذه كلها. تتوقعون وصلت الأغراض بالسلامة؟ الحمد لله. الحمد لله. وين بطاريات الهم هذه اللي جينا عشانها؟ اوكي خلنا نحط هذا، صار 3. هذه الشغلات الكريهة هذه برميها هنا. ما ادري ايش فايدتها. اتوقع تفيد في التجارة بس. تعال يا سكوت وربي نرتبك اليوم. أول شيء سلمك الله. خذ هلمة الأفا. ما تبي هلمة المهندسين؟ طيب البوت. ليه؟ ممكن اعطيه هو يلبسه يعني ولا كيف الوضع؟ عندي جرنيد واحد ابغاك تفجر الدنيا فيه. الحين روح قصقص الشجر، لا تقول لي ما عندي. اي هاف نو تولز. تستهبل انت. والفاس هذا وش يسوي يا طول العمر؟ والله يا شباب دام الوضع كذا فله بصير اروح الوت واخلي الاغراض هذه كلها معي، يعني كان معي 10 شناط. فتخيل المساحه اللي يمديني الوت واعبي الشناط هذه كلها بعدين ارجع، كون جايب احتياجاتي كلها. الغبنة ان البطارية ما حصلتها هنا. فالغرفة هذه بنأجل موضوعها شوي لنهاية الحلقة. شوي يا اخوان عشان نكون بالصورة، انا قبل شوي لوت هذه المدينة بالكامل، طلعت فوق للبيوت هذه اللي هنا، وبعدها بجي للمدينة هذه الأخيرة اللي ما لوتناها. طبعا هذه محطة البنزين وهذه البيوت لوتها خلاص. فمجرد ما اخلص اليوم هنا وبتكون عندنا المحطة الأخيرة برضو هنا. يعني باختصار اليوم بنكون خلصنا نص الماب حرفيا، وأكون خلص موضوع السنايبر بإذن الله، وفتحت الغرفة اللي موجودة في الفندق. توكلنا على الله. طيب السومل هذا يا شباب وصلته. الله العالم انه نفس المكان اللي جيناه في البداية. يب 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 يب. هذا اول مكان جيت من هذا الشارع ورقيت هنا وقتلت الذيب. هذا الذيب تقريبا هو نفسه رسبا، قتلته بالرمح وانا هنا في اول حلقه. سبحان مغير الاحوال والله تطورت يا الربع. الحين صرت خلاص ما اركض ولا يجيني دي هايدريتد نفس اول. صارت مشاويري كلها بالموتر. امسك الشارع حق السومل وسيد، وهذه اخر منطقه عندنا. والله يا شباب اني اشوف تاور وغالبا انها بيكون بيس.
بس كان بالله يستر منه. أدري في رقابة. أوه مسور المكان. إي بالله. إي بالله. آه شوف رأس واحد. أهم شيء إنهم ما ينتبهوا لي، لأن لو انتبهوا لي بيصير الوضع. أوه شفتوا علامة العين؟ حرك. علقت الشيرة. حرك. نحشة. كسر الموتر. أوكي الحمد لله كل شيء إلا الموتر يخرب. سمعت صوت السنايبر؟ بنسيهم السالفة وبرجع لهم. نسيهم إيش؟ نسيهم السالفة. لود جيم. طيب يا عيال نصفط الموتر هنا بين الشجيرات. نوقف طف الموتر. بنزين. أوف عطشان لاعب. ديهايدريتد. ليه يا بعد قلبي؟ اشرب اشرب. يمكن آخر مرة هذه تشرب فيها. اشرب اشرب يا بعد حي. والله ما أعرف كم واحد منهم، بس واضح إن البيس جدا كبير يا عيال. ترمي علي ها؟ بس كويس إنها رمى علي، عرفت إن السالفة فيها سنايبر. ليه ما نجرب سنيكي بيكي؟ بما إن الزومبي كذا يمديني أبسبس وراهم، فأكيد هذا نفس النظام، بس ما عندي السكين. أوه، وات يشوفني من بعيد. عيال! يخرب بيتك سكوب ضرب 15 عنده حق ببجي هذا ولا إيش؟ بعدين يا حريقة، شلون أوصل عندهم هذا لكذا؟ بين الشجر خرب بيتك. في حل واحد انا اعرفه. انا ارويك. دعم اوهم. كم بيس؟ كم واحد؟ هذا ما في احد صح؟ تقولون تأثروا هذا اللي رميتهم. بجيك والله ماتوا. والله قلبت سالفة الايم يا شباب. تكفى لا يقتلني. هذا هو شفته. موت الله يخرب بيتك. تكفى السنايبر. تكفى يكون طاح لوت بادي تيب معه. وات في محفظة ثانية. يا ليل انا في رقم قبل شوي كاتبه. هذا كم 7233 وين قلم يا عيال؟ كذا والله ما يصحش. طيب اسمعوا انا ودي اجرب طريقة. الحين ما حصلت عند سنايبر صح؟ رغم انه كان يرمي فيه. اوه كلب. اوكي هذا الرقم السري حق الكلب. طيب لو سويت لود تتوقعون ممكن احصل سنايبر؟ والله ودي اجرب اللود. هل بيختلف اللوت ولا لا؟ طيب المحاولة الثالثة. تيرين 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 تشوفون سنايبر؟ تشوفونه؟ تيرين. حرام ما عندي السكين. ما سمعوا شيء صح؟ اختلف اللوت. حصلت جزر. الكود يختلف؟ والله اختلف. المحاولة رقم 90. سنايبر يجي. انا ما عندي مشكلة اقتلهم. ولدهم. لا ترمي للسنايبر. لا ترمي للسنايبر. انا بجيك. انا هنا يا اهبل. هو ده. بس هذا بروكن. هذا بروكن يا شباب. اللوت يختلف بس بروكن. وش الفائدة بروكن. بس على كلامكم في امل. في بصيص امل. محاولة 1986. فأت بالفشل قبل أن أطلع. في هذه المحاولة كان بيجيني سنايبر. أنا أعرف حظي. المحاولة 965. ها ها ها. طاح طاح طاح. رجلي. جاني. هانتنج رايفل والله. ثواني يا عيال ثواني. لا
شله ونحاش ريفايف ايش بيسوي لي ريفايف؟ الاي كي بيروح بس وين؟ ما اريد عند التور يا ابوي، ما اريد عند التور. تكفى لا تقول لي سيفت لي هنا، تكفى لا تقول لي سيفت هنا وراح الاي كي وراح دخيلك. تكفى يا رب عند البيس مكان ما سيفت. يا رب عند بيسهم مو بيسي. امشي جالس اشرح الدعوه. لا اله الا الله. ايوه الحمد لله. لكن موجود دقيقه، اوكي موجود. بس وربي غبنا انا رويكم. اول شيء تاكد انك تطير كلهم. هذا واحد اثنين ثلاث، ما في اي شيء طاح. ما في. من بين 10 محاولات يجيك نظام باكجات فيفا، وربي باكجات مع جرينيد. الغريب في الموضوع انه مو كل اللوت يتغير. شوف هذا الرصاص 9 مم مكانه، الشنطه هذه تبقى مكانها، بس اسلحه الباندت نفسهم تتغير، وهذا اللي يهمني. اوه 360. ايوه برو سيريسلي بروكن. واو. طيب عيال لو جيت في الليل هل بيفرق؟ يجيني المست. واو انا وشلون بشوف؟ انت وشلون؟ انا وشلون بشوف؟ مش انت وشلون بتشوفون؟ خلنا بس من باب التجربه، هل بيشوفني كذا بالظلام الدامس؟ طيب ما بتكلم انا. وتستمر المحاولات. ايوه شوفها عالق. يا رب المحاوله والله يا شباب انه مش مزح. رقم ما اعرف. واو ارم من باقي. سيريسلي معك بستلنت تقريبا. هذه اسرع مداهمه صارت لي. ايوه في شيء تعلق. تكفى يا رب يا رب يا رب. هانتنج رايف اخيرا يا رجل. والله يا شباب اني جلست نص ساعه مينيمم يعني على الموضوع هذا. اقسم بالله شيل يا رجل شيل. شوف الفرق. هذا هانتنج وهذا يا اخي اعلق واصفق. يوه اللمعة. يوه علق وصفق. والله اني عرفت سكوب 16 مع هذا. وين ايم يا شباب؟ وين ابعد بيت؟ فيه رجفة. لعبي فيه رجفة. يا الهي الظلم اللي انا كنت فيه. تصدقون 20 طلقة معي. يوه معطيها 360. حتى نسيت ما لوته. والله نسيت ما لوته من حماس. اوه يمديني شيك مكان ثاني توني ملاحظ. والله هذا حسه مزبن شيء يا اخي. دائره صغيره مره ما تنشاف. حرام كم واحد فوتته في البيس كامب هذاك القديم. جميل امشي. السيجاره بطاريات. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. وربي احلى سيجاره الحين. وربي احلى مخمخه يا رجل. مخمخ ايش الانجاز هذا؟ توفيق. اوه تعال يا قلبي. صح نايم مسكين. 3 9 1. اوه في كاتسين. ايش كاتسين؟ اللهم اسكنهم في مساكنهم. ارجع يا اخوي ارجع. وات ارجع من حيث ما جيت. لفت الت وكوماند ليو وانتراكت فيد. شلون ناكله؟ هو فوق كذا ما عندنا شيء اكله. كم هير ستي اتاك. اوه كان بيفيدني في الاتاك. والله يجيب لي السنايبر هذا. ما عندي اكل له. من وين اجيب له اكل بعد؟ انا يلا اني اكل نفسي. هلا والله هلا يا مرحبا بوم مخاوي الكلب. تعال يا بعد حي تعال. اوديك عند الزومبي بشوفك ايش تسوي يا عزيزي ليو. بالمره نبي نفتح الغرفه اللي هناك وبالمره بجرب السنايبر عليهم. والله ادري انه بيكون عليك اختبار صعب يا ليو، بس فيه 2 زومبي هنا ملاعين جدف، وفيه ذيب على اليمين. خربيته سريع. ليو يركب معي الموتر. ما يجي كذا يا ليو. تصدقون طلقه ما جابت راسه. طلقتين بالسنايبر ما تجيب راسه.
ليو يا خواف اتاك. ليو اتاك. اي تعال 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 بكلمك تعال. الت اتاك. تاكي جنبي ما منه فائده. والمشكله هذا ما هي هاجمه يا رجل. اربع طلقات يا عيال. هذا يركب قبلي من الخوف. يعطيني سلو موشن. اتاك اتاك. الحمد لله اني انا اسرع منه. والسنايبر كم طلقه عشان افضخ راسه. خلاص يا بابا توكل، عندي غرفه جايه بفتحها. يلا يا بابا يلا. عرفنا انه قوي ضد السنايبر. يلا خلاص يا بابا يلا. مش كلمة مديك تدعمه. اوه جاء اخوه الثاني. يا ليل انا وش صرفني من بفتك من واحد دبل شوت مره واحده. لا يا ريلود في وقت غلط والله. اوه المواجهه اثنين يا شباب، مواجهه بين الكلب والذيب. يعني عرفنا ما تهجم على زومبي. اتاك يا ورع اتاك يا ورع. كفو والله انه هاجمه بعد ما هاجمني. اوكي يعني ظلمته انا. ثواني ثواني يا عيال، يعني المفروض اني انصفع صفعه من هذا. وربي فزعة. لا والله انها فزعة، انا اشهد انها فزعة. خلاص يا بابا يلا يلا خلك سريع يا صاحبي. هذا الباب هذا الباب هذا الباب. معليش والله انتظرني برا شوي دامه ما يكلمك. الامور طيبة. طيب نفتح الكود. ايش اللي واحد من اثنين تستهبل انت يا ربي يا كريم. للأسف يا عيال ما عندي بطاريات، والله ناقصني بطارية. صدقون ما عاد اسمع ايفنتات خلاص. ركبت والله كفو. احلى شيء انه يركب سريع سريع ما يتعبك. امطرت الاجواء. كان ودي والله اني افتح الغرفه هذه واكمل الحلقه الجميله هذه على خير، تكون فيها غنائم طيبه، لكن مثل ما شفتوا بطاريه واحده ناقصتني. باذن الله اني ابتدى الحلقه الجايه وانا افتح هذه الغرفه. الشغله الثانيه، نص الماب الحين حرفيا خلصناه. هذا البيت الاحمر اللي كان موجود فيه، وهنا محطه البنزين، وانا حاليا مثل ما تشوفون متواجد في هذه المدينه اللي خلصناها. هنا العصابه اللي جبنا منهم السنايبر، وهنا كلها خشاب. فنص الماب تقريبا خلصناه. باقي عندي المدينتين الكبار هذه اللي تشوفونها على اليسار اذا كانت موجوده في الماب، لان هذه المدينه مش موجوده في الماب لسه. هذه اذا كانت موجوده راح باذن الله تكون الحلقه الجايه عنها، واذا ما كانت موجوده لما تنزل لعبة كاملة هذيك الساعة بنلتقي بإذن الله. هذه كانت حلقة اليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا. ادعمونا باللايك والكومنت. شكرا لكل من دعم هذا القناة، ونراكم إن شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.